الخير أعزائي المشاهدين بالوطن العربي كله، يا رب إن شاء الله تزول عنا هذه الغمة، وإن شاء الله ترجع لنا الفرحة والابتسامة والعمل، وكل نرجع إلى عمله وشغله إن شاء الله مرة تانية. أتمنى من الله العلي القدير أن يرفع عنا هذه الغمة وهذا البلاء وهذا الوباء يا رب العالمين في أقرب وقت إن شاء الله. بشكر قناة أصوات اللي هي جت شرفتني ونورتني في البيت عندي، تهنيني وتبارك لي طرح أغنيتي الجديدة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مش غريبة وعلى قناة أصوات أنها تدعم دائما كل ما هو جديد وكل ما هو جيد. بشكر أخويا وصديقي المصور الصحفي يونس مشبور أنه هو يشرفني. طبعا نزلت على شبكات التواصل الاجتماعي أغنية عن قلبي سألوني، أغنية بتجمع بيني وبين الأستاذ الموسيقار عبد الله عصامي. الأستاذ عبد الله عصامي، وما أدرك ما الأستاذ عبد الله عصامي، هو موسيقار الشعب، هو الموسيقار الكبير الذي له باع وله أيادي بيضاء على كل المطربين من القديم إلى الآن. معروف عنه أنه دائما يساند الأصوات الحلوة ويبرز قدرات الأصوات الحلوة. مش عايز طبعا، أنا مش بصدد أن أنا أقول منهم الأصوات، ولكن هو له أيادي بيضاء على أصوات كتير جدا في المغرب من قديم الزمن. كان سبق لي وتشرفت بالتعامل مع الأستاذ الموسيقار عبد الله عصامي في لحنين وطني، أغنيتين وطنيتين، وسجلت هاته الأغنيتين في عهد المغفور والمرحوم له صاحب الجلالة الحسن الثاني. كانت أغنية لعيد العرش وعيد الشباب، والآن تلقينا قلنا لبعض ليه ما نعملش حاجة عاطفية. فكان سباق هو دائما طول عمره، وأخذنا كلام من الأستاذ مختار حسين شاعر مصري، أغنية عن قلبي سألوني، وسجلها معايا الأستاذ عازف الأورج الفنان الكبير والموزع المايسترو أخويا وصديقي الأستاذ نوفل الفاروقي، اللي أنا بشكره كتير لجهده وتعبه. كمان في حد جميل طالع، مخرج شاب جديد تتعرف عليه في القريب إن شاء الله، أخويا الأستاذ يوسف قطبي، جمع لي صورتين، مجموعة صور يعني، وزبطهم بطريقة كده بسيطة وشيك، وطرحت العمل على الشبكات التواصل الاجتماعي. أتمنى العمل ينول إعجابكم، وأنا جد سعيد بهذا العمل، وأتمنى أن تكونوا سعداء به، وإن شاء الله تكون بداية خير وبداية تصحيح مسار للوسط.